يعني اللقاء الافريقي الاول للتكوين المهني عرف الاختتام ديالو هذا الصباح هذا، واهم شيء فيه كان هو قراءه نداء الدخله اللي قراتو تلاتو علينا الوزيره التشاديه للتكوين المهني، مشكوره بحضور جميع وزراء الافارقه المشاركين وباسمهم جميعا. ومن خلال وجهي توجه بالشكر طبعا للمملكة المغربية في شخص جلالة الملك على المجهودات التي يقوم بها في الإطار الانفتاح على أفريقيا، وكذلك في كل المجهودات التي يقوم بها جلالته يعني من أجل دعم الدول الأفريقية سواء في مجالات التربية والتكوين أو غيرها. نداء الدخلة كذلك لجا باش يبين الأهمية ديال هذا الملتقى ويطلب باش أنه هذا الملتقى يكون على الأقل كيدار كل سنتين. كذلك توجه بالشكر للمملكة المغربية نظرا للرفع من العدد ديال المتدربين، المنح المعطية للمتدربين الأفارقة يعني وغيرها من التوصيات من أجل تعميق الأواصر ديال التعاون ما بين المغرب وباقي الدول الأفريقية، خاصة عن طريق رابطة الدعم التكوين المهني اللي تم تأسيسها في 2017 واللي كيترأسها المغرب، واللي على هامش هذا الملتقى تم عقد لقاء فيها وتوسيع العدد ديال الدول المشاركه اللي كانت في الاول 15 والان ان شاء الله غادي تكون يعني على الاقل واحد 20 حتى 22 دوله ان شاء الله الرحمن الرحيم.